أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتية على ضرورة التوعية والوقاية من مخاطر الكوارث والتأهب لها في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حاليا. ودعا المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية عبد الكريم العون في كلمة ألقاها في افتتاح الورشة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في الكويت، دعا إلى تعزيز ثقافة التوعية بمخاطر الكوارث للحد منها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. قال وزير الأعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي محمد الجبري إن مهرجان القرين الثقافي تظاهرة ثقافية مهمة ترتقي سنويا برسالة الكويت السامية وموقعها في الساحة الثقافية العربية والدولية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الجبري بافتتاح الدورة 26 للمهرجان نيابة عن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مسرح عبد الحسين عبد الرضا بمنطقة السالمية.